بسم الله والحمد لله. ربنا ثبت أقدامنا في مواجهة أعدائك أجمعين، آمين يا رب العالمين. ويقولون متى هذا الوعد المسأح؟ عبر التلفزيون كلهم يقولون نفس الشيء، ما لا يكذبوا بيوم البعث. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ نعم صادقين. إنعم الأنبياء عليهم السلام ومن والهم عليهم رضوان ربي هم صادقون، أما أنتم كاذبون 100%. أو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون؟ قال لك ربي لو يعلموا، لو كان عندكم علم تو تقدروا على تصوركم وأنتم كيفاش عاجزين عن كف الأذى من نيران القبور ونيران عذابات يوم القيامة والحساب والمسك بالكتاب اللي فيه جرائم كل واحدة واحدة. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتراه بعد خبر جاني وقت اللي توجهوا ليها، وبعد تشوفها كيف تصنع بكم ما لم يكن في العصر، كنت مكذبين. فعل النيران التي ستأتي بعد ملا بعض تمتعات ملا خول هم خول نيشين خول غم وبعد ترى في آخر عمرك ما لم يكن في عثمانك. سكرات الموت تدوم سنين أو عقود وتبدأ تتع في ديبوت وتكوموس هابي لي بوكاسي. نعود إن شاء الله. Thank you.